من أيضا من مفاتيح السعادة الاستغناء عن الخلق. إن بعض الناس خلقه الله حرا عيوفا، فإذا هو يأتي للخلق فيصير ذليلا، دائما يتلمس حاجته من الخلق، دائما يطلب العون من المخلوقين، دائما في نفسه انكسار للخلق، لا يسعد. العز والشرف والسؤدد والسعادة في أن تغتني عما في يد الخلق وتسأل الخالق الغنى، تسأل الغني أن يغنيك، ولا يكون في طريق ذلك مخلوق. خلقت عيوفا لا أرى لابن حرة علي يدا أغضي لها حين يغضب. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. هذا العز بأن تكون مع الله وأن تبذل السبب وأن تصبر على نفسك، تصبر على نفسك. بعضنا اليوم يذكر مقاما أمام مخلوق أذله ذاك المخلوق، كل ما ذكره ضاقت عليه بما رحبت، ولام نفسه ورحلت عنه سويعات السعادة والفرح. فعود نفسك أن تكون عزيز نفس، حاجتك لا تشكى إلا لله، ثم يسخر الله لك مما من خلقه أو من غير حساب يرزقك. وما أجمل العزة معاشر الأحبة، فهي باب من أبواب السعادة.